أيام جميلة كلها أعياد، ربما أعياد يعني بالنسبة لنا في كمسلمين في رمضان اقتراب عيد الفطر المبارك، وأيضا بالنسبة لإخواتنا الأقباط أكتر من عيد، وفي عيد هيجمعنا كلنا على مائدة واحدة. 48 ساعة ويبدأ العيد الأهم في تاريخ المصريين، الأقدم على أرض كيمت، اللي مكتوب ومنقوش في معابد أجدادنا العظام، فأكبر حضارة وأقدم حضارة وأهم حضارة نشأت على كوكب الأرض. العيد ده بيسموه عيد الربيع، وإحنا عرفناه باسم عيد شم النسيم. كان المصريون بيخرجون إلى المتنزهات العامة بيحتفلوا، بيأكلوا الأسماك المملحة، وتوارثت الأجيال جيلاً بعد جيل قصة الأسماك المملحة دي، لغاية لما بقى عندنا عدد من هذه الأسماك. عندنا الملوحة، عندنا الرنجة، عندنا الفسيخ، عندنا كل هذه المائدة اللي بتظهر في شم النسيم وبتجمع كل أطياف المصريين على أرض واحدة وعلى أرضية واحدة وهي أرض مصر. على أي حال، المقدمة دي بنقولها ليه؟ لأن الفسيخ ربما عدد كبير من الأبحاث العلمية قالت إنه هو ليه أضرار، لأنه هو بيدخله حاجة اسمها بكتيريا لا هوائية، وهذه البكتيريا لا تتأثر بالخل أو بالليمون، بتظل كامنة جوه الفسيخ نظراً لطريقة التفسيخ اللي بتحصل فيه، لأنه بيتم تمليحه بشكل زائد، فربما بيسبب مشاكل كبيرة جداً، منها ضيق التنفس، منها ارتفاع ضغط الدم، منها تسارع ضربات القلب، منها مشاكل في القنوات الهضمية. على الكبير من الأطباء بيحذروا على الفسيخ بالذات، وبيقولوا عايز تاكل رنجة مفيش مشكلة، لو عندك ضغط دم تجنب الملوحة، ولكن بشكل عام الأسماك المملحة تظل من أهم الأشياء إلى المصريين بيفضلوها في الاحتفال بعيد الربيع. سؤال النهاردة، هتاكل فسيخ في رمضان بمناسبة شم النسيم اللي هو هيبقى يوم الاثنين الجاي اللي هو كمان 48 ساعة، ولا هتأجله لبعد العيد؟ طقوسك إيه؟ احكي لنا عن يومك في شم النسيم، هتعمل إيه وعندك رمضان في صيام وفي نفس الوقت شم النسيم يعني فرصة لا تعوض بلقاء الأسماك المملحة؟ أنا عايزة أقول لك إنه في ناس أصلاً في رمضان ما بتاكلش السمك. بتقول لك السمك بيعطش. وبيعطش طبعا. فيعني ما يعني على رأيي في كومي كده يقول لك وهي المكرونة بشاميل بتروي. ما هو لا يعني كل في أكلات كتيرة بتعطش، لكن أنا بشوف إنه العيد عيد الربيع أو شم النسيم ده احتفال مصري أصيل طبعا. إحنا متعودين عليه من وإحنا صغيرين، فما ظنش إن إحنا كمصريين، وهنشوف برضو في كومنتس الناس هنفوت المناسبة الحلوة دي عشان نحتفل بشم النسيم. يمكن أنا ليا ذكريات حلوة قوي مع العيد ده بالذات، لأن كان جدي بيقعد معنا ونقعد نرسم على البيض ونلونه. دي أجمل لقطة بالنسبة حقيقي. للأطفال بالذات حقيقي، فكنا دايما مرتبط معنا العيد ده كمان حتى باللبس الصيفي، بنبتدي بقى ننزل الصيفي ونلبس الصيف، ويبتدي بقى ندور كده على خلاص بقى الأجازة قربت والمصيف قرب والحياة الحلوة، وخلاص بنودع بقى اللي هو أيام الكفاح كآبة الشتاء. فأنا بالنسبة لي الربيع بكل ما فيه، أو شم النسيم يعني بكل ما فيه من طقوس بنتعود عليها إحنا كمصريين لازم تحصل كل سنة ولازم نعملها. طبعاً عشان رمضان فممكن ناس كتيرة قوي تأجل احتفال شم النسيم بعد رمضان، خصوصاً إنه خلاص هيبقى فاضل، بنتكلم في 4 أيام ورمضان يخلص من بعد شم النسيم حوالي يعني، فناس كتيره ممكن تقول لك ايه طب خلاص ما جاتش بقى ايه على ال4 ايام دول، اجله شويه رطل على عيد الفطر، اجله للعيد. وعايزه اقول لك ان في ناس على فكره بيفطروا اصلا، كنت لسه هقول لك في ناس كتيره قوي في العيد اصلا حقيقي. بتفطر الرنجه والفسيخ بعد رمضان، بيقول لك انا كل الشهر بقى كستات يعني انا طبخت وقضيناها طبيخ وتعب، خلوني ارتاح الكام يوم العيد دول، عكس طبعا العيد الكبير. انا هعمل ايه؟ انا من الناس ما باكلش فسيخ كده كده يعني ما اقدرش يعني، مش عشان حاجه مش بحبه، لكن عندي عشق للرنجة طبعاً، حدش يكره الرنجة، الرنجة والبطارخ والحاجات دي، ماليش في السردين والكلام ده برضو، بس يعني الرنجة بالنسبة لي عشق. أنا مش هعملها، بس لو يعني لو مثلاً مامتي عاملاها أو يعني أو حد مثلاً عاملها هاكلها، حد عزمني عليها هاكلها مش حجري لها، لكن أنا مش هعملها بصراحة. أي. لكن هي طبعا من الطقوس المصرية زي ما انت قلت طبعا الأصيلة، يعني ده أقدم عيد في الموضوع كله. المصري كان عنده المصري القديم كان عنده 3 فصول في السنة مش 4. تمام.
عيد فصل الحصاد وفصل فصل الانبات وفصل الفيضان والحصاد، مش لكن ترتبهم يعني، هم دول الفصول اللي كان بيحتفل بيهم. فطبعا فصل الحصاد هو فصل الربيع او شم النسيم، فكان المصري القديم بيحتفل بيه، فكان من اهم الحاجات. في فلوس داخله يا بالظبط، في خير، في خير داخل بيعبر فعلا عن الخير. أيوه. فانا في الحقيقه يعني انا مميزه قوي عندي ده، لان عندي ذكريات حلوه قوي مع شم النسيم، وزي ما انت كنت لسه بتتكلم انه كل المصريين تقريبا بيحتفلوا بيه. طبعا ده الحلو بقى، ان انت هنا ده الحلو اللي في بالظبط كده، بتشوف المصريين كلهم في ترابط كده، بتشوفه قدام عينك انه انت مسلم بقى، مسيحي، مش فارقه، انت هتحتفل بشم النسيم كده كده. فده من الحاجات الجميله قوي وطقوس المصريه الخالصه، ان انت مش هتشوف ده في حته تانية، ده مرتبط بالمصري القديم. ده سؤالنا اللي موجود النهارده على صفحتنا على فيسبوك، هتاكل ايه في رمضان بمناسبه شم النسيم؟ هتاكل الفسيخ ولا هتاجله لبعد العيد؟ صحونا كده وقولوا لنا نعمل ايه، احنا محتارين، احنا كمان عايزين نعرف اجاباتكم ومتحمسين قوي نستعرضها في خلال الحلقه النهارده. لكن قبل ما اعرف اجاباتكم عايزه اعرف بقى مصطفى، انت هتعمل ايه؟ هتاكل ولا لا فسيخ؟ لا انا هاجل بعد العيد. اه او في العيد يعني. هاجل لعيد الفطر، ومش هكدب عليكي انا برضو ايه ما بروحش قوي ناحيه انا بحب الطقوس جدا. وزي ما انت قلتي كده بحب اجيب عيالي ونقعد نلون البيض ونعمل الطقوس الجميله دي، لكن انا ما بدخلش الفسيخ بيتي خالص. ليه؟ لا لان خطر. خطر فعلا. خطر فعلا، وضرني قبل كده وضر اكتر من حد. بهدلني. والكلام اللي موجود فيه ده ابحاث علميه، انا ما بقولش حاجه. الفسيخ يا جماعه طريقه تمليحه غلط. الرنجه ما فيهاش مشكله، وكمان الرنجه فيها مشكله للي عندهم ضغط دم عالي، فطبعا يحبس تاكل معاها عدد كبير من الخيار، الطماطم، البصل. علشان تروي الموضوع، لان هي بصراحه اكله انت تاكلها وما ينفعش تقابل حد بعدها. يعني انا يعني ايه اكل رنجه وبصل مع بعض وانزل اسلم عن؟ لا يعني أي. كلوها، هي فعلا هي لازم تتاجل بصراحه. هي لازم بعد ما فكرت لازم تتاجل. عموما ده راينا، يعني مش شرط ان راينا يبقى رايكم، ممكن يبقى عندكم راي تاني، ممكن يبقى عندكم ذكريات في شم النسيم، ممكن يبقى عندكم كلام عن شم النسيم اللي بيجمع أطياف الشعب المصري مسلمين وأقباط على مائدة واحدة، ممكن يبقى عندكم كلام عن ذكرياتكم القديمة مع هذا العيد الممتد منذ آلاف السنين. اكتبوا لنا، ناقشونا، فضفضوا معانا، هنذكر أهم التعليقات وهنقولها النهاردة على مدار الساعة من خلال سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك. بنصبح عليكم مرة تانية، صباح الفل على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.